موضوع النزاهة وموضوع تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد موضوع مهم جدا ومحوري ويتعلق باستراتيجية المملكة ورؤيتها، ويتابع بشكل عام من أعلى رأس في هذا الهرم، من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. كذلك موضوع أندية نزاهة متابع من الجهات الرقابية، متابع من وزارة التعليم، هناك خطابات تصلنا بشكل مستمر في متابعة أنشطة نادي نزاهة، وبالإشادة بالدور الكبير الذي تقوم به في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. مؤخراً وصلنا خطاب شكر لنادي نزاهة، لجامعة الملك فيصل ممثلة بنادي نزاهة، على الجهود الكبيرة التي قام بها الطلبة في هذا المجال، وليس آخرها حقيقة المشاركة في الملتقى المقام في منطقة مكة المكرمة. الأندية الطلابية بشكل عام هي محضن المواهب وهي فخر الجامعة. الجامعات كلها حول العالم تفاخر بإنجازات الطلبة، بمواهبهم، بقدراتهم، بإبداعاتهم، ولا شك أنها الحاضن الأول لإبداعات الطالب. فدورنا الأساسي في العمادة هو دعم وتحفيز هذه المبادرات وتقديم كل الدعم حتى يستطيع الطلبة إظهار إبداعاتهم، ليس فقط في الجانب الأكاديمي، وإنما في تطوير الجانب المهاري وفي إيصال الرسالة السامية لهذه الأندية الطلابية المختلفة. فنادي نزاهة من الأندية المتميزة جدا، لا أقولها مجاملة، من الأندية التي لاحظنا فيها حراك كبير في الفترة الأخيرة، من الأندية التي تستشعر أهمية هذه الرسالة السامية التي يقومون بها. حقيقة اشتقنا لكم من فترة يعني لم نلتقي، فأنا سعيد جدا بهذا اللقاء، أكرر شكري وتقديري لكم جميعا، ومع أطيب الأمنيات بالتوفيق والسداد في الفعاليات القادمة بإذن الله. شكرا لكم. سعدنا حقيقة في هذا اليوم بتدشين الهوية الجديدة لنادي نزاهة، هذا النادي المتميز. يأتي هذا التدشين تأكيدا من أعضاء النادي على المضي قدما في تقديم الأنشطة والبرامج الطلابية التي تسهم في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لكافة المنسوبين، وتوعية أفراد المجتمع بأهمية تعزيز النزاهة والممارسات النزيهة، وكذلك التحذير والتوعية بخطورة الممارسات السيئة التي تتعلق بجانب الفساد. نشكر أعضاء نادي نزاهة على هذا التميز المستمر، وبإذن الله هناك دعم كبير جدا مقدم لكافة الأندية الطلابية للاستمرار في تقديم البرامج التوعوية والتطويرية لطلاب الجامعة كافة. كل الشكر لإدارة جامعة الملك فيصل على دعمها الدائم والغير مستغرب لطلبة الجامعة ولأندية الجامعة. اليوم ندشن الهوية الجديدة لنادي نزاهة، وهذا من حرص الجامعة وإدارة الجامعة على رأس رئيس الجامعة صاحب المعالي لقيمة نادي نزاهة ولرسالتها السامية التي تعد رسالة وطن وتوجه القيادة الحكيمة إلى نشر النزاهة ومكافحة الفساد. اليوم ندشن الهوية الجديدة، وكل الشكر لجامعة الملك فيصل، وكل الشكر لراعي هذا الحفل الدكتور عبد العزيز بن يوسف التركي على رعايته الكريمة وعلى دعمه الدائم لأندية عمادة شؤون الطلاب.